لكِ صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا من خلال برنامج صباح الخير يا مصر في حلقة الاثنين 7 مارس 2022. في الحقيقة كل المتابعين للأخبار المحلية الخاصة بمصر تحديدا هيلاقي ان في استعدادات كبيرة جدا بتحصل علشان تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 واللي هتتعمل ان شاء الله في نوفمبر اللي جاي، وهيكون المكان الخاص بيها مدينة شرم الشيخ. مفيش أسبوع بيعدي غير لما بيكون في اجتماع لرئيس الحكومة وده لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر. كمان في اللجنة دي هي لجنة وزارية عليا بتشتغل على التحضيرات للمؤتمر والملفات اللي هتكون مطروحة في المؤتمر. اللجنة دي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. شفنا كمان امبارح كان في توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اجتماع مهم جدا وجه فيه بتوفير كل الموارد المائية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، ووجه كمان بأن كل الجهات المعنية تتكاتف الجهود فيها وتتضافر علشان يخرج المؤتمر بالشكل والمستوى اللائق اللي بيعكس مكانة مصر الإقليمية ومكانتها الدولية. مش بنتكلم هنا عن تنظيم شكلي لأن مصر يمكن رائدة وسباقة من خلال مؤتمرات وفعاليات كبيرة تحدث عنها العالم ككل، ولا بنتكلم على تنظيم لوجستي فقط. احنا هنا بنتكلم عن التنظيم الفني، عن أجندة المؤتمر، عن القضايا اللي هيتم طرحها في المؤتمر والمخرجات كمان اللي بيتوقع خروجها من المؤتمر باعتباره الحدث البيئي الأبرز عالميا، لأن العالم كله بيتكلم النهاردة على ظاهرة الاحتباس الحراري، بيتكلم على التغيرات المناخية وإزاي هي بتهدد حياة العالم ككل، والتغيرات المناخية دي بتزيد أهميتها بشكل كبير جدا مع تزايد المخاطر وتزايد التحديات تحديدا المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي بيعتبر تهديد وجودي لكوكب الأرض. ويمكن من هنا يا هدير جت فكرة أهمية أن مصر بتدرس الملفات والمحتوى الخاص بالمؤتمر علشان سبب واحد بس، أن كل مخرجاته هي مخرجات قابلة للتنفيذ، خصوصا بأهمية هذا المؤتمر يا أحمد. في الحقيقة أنه استضافة مصر لمؤتمر COP27 فرصة كبيرة جدا لتعزيز مسألة العمل المناخي الدولي، خاصة وأنه هذه القمة هي الأكبر والأهم فيما يتعلق بالعمل المناخي، لأنه ببساطة هي بتجمع حوالي 30 ألف مشارك من 196 دولة حوالين العالم. علشان كده الاستعدادات بتتم على أعلى مستوى علشان يخرج المؤتمر بشكل يليق بالدولة المصرية وبدورها الكبير في مواجهة التغير المناخي. ولأنه احنا بالفعل أخذنا خطوات كبيرة جدا في هذا الملف تحديدا، احنا تقريبا يعني بنتكلم عن بداية عندنا مجلس وطني للتغيرات المناخية، عندنا كمان استراتيجية وطنية لتغير المناخ، ده غير خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، وشفنا كم المشروعات اللي بتتعمل، مشروعات طاقة جديدة ومتجددة ومشروعات نقل مستدام وغيرها لتحقيق مسألة الاقتصاد الأخضر. ضيف على كل ده أنه بيتم دلوقتي تنفيذ خطة لتحويل مدينة شرم الشيخ اللي تملك الإمكانيات دي علشان تكون واجهة حضارية لمصر، علشان تكون مدينة خضراء بالكامل، كل حاجة في شرم الشيخ هتكون صديقة للبيئة،
من أول إنشاء منظومة نقل ذكية لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، ده غير تعزيز السياحة المستدامة وكمان تدريب العاملين في الفنادق على المعايير البيئية الجديدة وآليات السياحة الخضراء، وكمان هنروح ونعتمد على الأتوبيسات الكهربائية، وكمان بنتكلم عن مسارات جديدة للدراجات علشان نشجع الناس على مسألة قيادة الدراجات. وبكده تكون مدينة شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر اللي هيكون نقطة تحول في ملف العمل المناخي الدولي. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن كل المهتمين بأحوال الطقس، امبارح كان في حالة من الطقس غير المستقر على جميع أنحاء البلاد، وده كان السبب في عاصفة ترابية. فقبل ما نبدأ فقراتنا كالعادة نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونعرف منها أخبار الطقس النهاردة. يا دينا صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا هدير. صباح الخير على كل مصيف في كل مكان. لا الحمد لله الطقس النهاردة هيكون مستقر، مفيش تراب يعني، مفيش تراب. امبارح يعني كان صعب جدا، الناس فعلا كانت تعبانه، واصحاب الجيوب الانفيه كانوا حاسين بالم صعب امبارح. ده حقيقي. لا بس النهارده ان شاء الله الجو هيكون دافئ ومشمس باذن الله. الحمد لله يا رب يفضل على كده. يا رب يا رب. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون دافئ على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشماليه الغربيه. في النهارده شبونه مائيه كثيفه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه، وطبعا نطلب من قائدي السيارات توخي الحذر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 32، وأقل درجة حرارة تكون في بورسعيد 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أخدكم كده من الطقس سريعا. هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، وهالناس طبعا بدأت تنزل الشوارع مرة تانية علشان نروح الجامعات والمدارس واللي رايح الشغل. قبل ما نبدأ عرض الطرق اللي معانا، بننصح اللي عنده مشوار مهم طبعا زي ما قلنا ننزل بدري شوية علشان نتجنب التكدس والزحمة المرية اللي بتكون في ساعات الذروة الصباحية بسبب المدارس والجامعات. هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة في كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان التحرير. أما الكورنيش القادم من المعادي بيشهد كثافات بسيطة عند شارع القصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير. في أيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران. أما كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرية، واللي مكمل أعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرية. أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة في سيولة مرية. نكمل معكم جولتنا ونروح لشوارع الجيزة. تم فتح الشارع النيل السياحي بعد غلقه لمدة 5 ساعات لإزالة الحواجز الخرسانية أمام سفارة الإمارات. أما شارع الهرم فتم غلقه كليا في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، لتسليم موقع طبعا محطة مترو أنفاق مدكور بشارع الأهرام للشركة المنفذة للخط الرابع للمترو، وده طبعا هيسبب بعض الكثافات اللي بتزيد، وكمان هتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع 20 حتى الطلبية. في أيضا كثافات متحركة المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان في كثافات مرورية متحركة بيفضل التوجه لمحور عرابي اللي بيشهد كثافات ممكن تكون أقل شوية، وبتظهر بعض كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة وميدان ومحيط جامعة القاهرة، لكن شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرية، لكن في بعض الكثافات بدأت من حوالي ساعتين قبل مطلع الدايري، وده الطبيعي في الوقت ده طبعا، وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة، لكن الزراعي متجه لبنها ووسنا وطنطا في حالة من انتظام والسيولة المرورية، لكن متجه إلى محافظات الدلتا من خلال طريق الدائري في كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي، وبننصح طبعا بطريق شبرا بنها الحر. أما القادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من الأفضل استخدام محور الفريق العصار.
ونكمل جولتنا المرورية ونروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية. وزي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري استانلي، وكمان في كثافات متقطعة عن الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرية ودي هتكون نسبية. الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعة الذروة الصباحية، وده وسط طبعا تواجد خدمات مرورية مكثفة لتسهيل حركة سير الطريق ومنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية. وبكده خلصت جولتنا في الطقس والمرور، وحبينا نطمنكم على حالة الطقس وأحوال المرور في معظم محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا، وبالتاكيد هنرجع لك على مدار الحلقه نتابع معاكي كل الاخبار والموضوعات اللي معاكي النهارده. بشكرك. شكرا. نروح مع حضراتكم نبتدي يومنا النهارده، وكالعاده بنبدا بالاخبار وكل الموضوعات اللي تهم حضراتكم بكل تاكيد، وبنروح نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح. واهم هذه الاخبار انه الفريق اسامه عسكر شهد البحث الرئيسي لكليه القاده والاركان، وايضا رئيس الوزراء اللي كلف باعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج، والحكومة أعلنت اتخاذ إجراءات وقف الدعم عن 485 متعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ومجموعة تانية. معنا يا أحمد من الأخبار. كان يعني في أخبار دايما سائدة عن فكرة البنزين وجودة البنزين، وفي مشاكل في بنزين، في أحد أنواع البنزين تحديدا. الحمد لله امبارح كان في نفي قاطع وتام من الحكومة، وهو ده يمكن أهم الأخبار اللي موجودة معانا، بيقول إن الحكومة نفت احتواء البنزين على منجنيز ومعادن بتتسبب في أعمال عطل للسيارات. وكمان من بين الأخبار اللي هتكون معانا إن شاء الله في أولى فقراتنا، وزارة الخارجية أكدت تواصل جهود سفاراتنا في بوخارست وفيينا لعودة مواطنين من أوكرانيا. وكمان اليابان أكدت أن 45.8% من شركاتها العاملة في مصر بتتوقع زيادة في أرباحها التشغيلية في السنة المالية الحالية. بداية معك يا هدير. شكرا ليك يا أحمد. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. وأشاد الفريق أسامة عسكر بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليف، التكليف ده بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج، وده تلبية لرغباتهم سواء بوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي يعني R3 أو وحدات في الحي الثالث بمدينة العالمين الجديدة والأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، وكمان زيادة الوحدات المطروحة للحجز حاليا لمتوسطي الدخل. ايضا مجلس الوزراء طلع بيان امبارح اكد فيه انه تم اتخاذ الاجراءات الخاصة بوقف كل صور الدعم عن 485 متعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، والكلام ده في 9 محافظات، وده تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء اللي صدرت مؤخرا للتعامل الحاسم والراضع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على هذه الظاهرة اللي بتهدد مستقبل الأجيال اللي جاية. دائما حرب الشائعات يعني ما بتخلص، لكن في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لها بالمرصاد. بعض المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا نشرت أخبار عن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى بتتسبب في أعطال للسيارات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة البترول اللي قالت إن الكلام ده مش حقيقي، والبنزين مفهوش أي نوع من أنواع سواء كانت المنجنيز أو المعادن الأخرى الضارة، وكل منتجات البنزين سواء اللي بيتم إنتاجها داخل مصر أو بنستوردها من بره مطابقة تماما للمواصفات القياسية العالمية. أما وزارة الخارجية فأكدت امبارح أن السفارات المصرية في بوخارست وفيينا بيواصلوا جهودهم لعودة المصريين من أوكرانيا، وقالت أنه السفارة المصرية في فيينا قامت امبارح بترتيب عودة مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين في العاصمة النمساوية إلى مصر.
وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو عن جهود أجهزة الوزارة في مجال الأمن العام، وده خلال شهر. أبرز القضايا أيضا اللي تم ضبطها خلال الشهر كان يعني تم رصدها في فيديو هنتابعه دلوقتي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصراً إجرامياً ومصرع 23 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. وسبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش، 155 بندقية آلية، 154 بندقية خرطوش، 50 مسدساً، و 696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جرينوف ورشاشان و616 بندقية و434 بندقية آلية و239 مسدساً و3273 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و590 خزينة، إضافة ل5885 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 222 متهماً قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع. كما تم ضبط 590 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهماً. كما تم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 9,797 حكم جناية، من بينها 5 أحكام بالإعدام و497 حكماً بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكماً جزئياً، و 125,526 حكماً مستأنفاً، و 1,229,891 حكم غرامة، و 342,166 حكم مخالفة. خلونا نروح بقى من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى. أول خبر معنا بيقول إن الجامعة العربية هتعقد دورتها العادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية، ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال اللي بيتضمن 11 بند. البنود دي بتتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية،
الاقتصادية الاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156 و157 وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة هيعملوا النهاردة ورشة عمل بعنوان القيادة الفاعلة، وهتستمر لمدة يومين، وهتناقش تنمية المهارات القيادية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. النهاردة آخر يوم في التقديم لمرحلة رياض الأطفال للسنة اللي جاية في المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم. والنهاردة مديرية القوى العاملة في بني سويف هتبدأ في قبول طلبات الراغبين في التدريب المجاني لمدة يومين من حملة الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام والميكانيكا والكهرباء والبرادة، وده ضمن تأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في إحدى المصانع في المحافظة. النهاردة مديرية الثقافة بالجيزة هتنظم مؤتمر، المؤتمر ده هيكون تحت شعار معا ضد الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة. المؤتمر هيكون فيه فعاليات فنية وثقافية متنوعة لدعم ذوي الهمم. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلونا نروح مع حضراتكم نطمن على اخبار الطقس بالتفصيل مع دينا، هتقول لنا وتطمنا اخبار الطقس النهارده ايه. بالفعل هدير، تعالوا ناخدكم في جوله في احوال الطقس لكن بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيشهد طقس دافئ بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. هيكون معتدل على السواحل الشماليه والغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه شرقية وسط سيناء، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء. هيكون في شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات، خلونا نتعرف أكتر عن أحوال الطقس مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بعدك. امبارح مرينا بموجه تراب كانت قويه جدا، كان في ارتفاع طبعا في درجات الحراره يمكن وصلت ل 27 امبارح، لكن النهارده احنا درجه الحراره 23. هل الانخفاض ده هيكون وقتي ولا ممكن يستمر معانا تاني اقل من 20 درجه بعد كده في الايام القادمه؟ هو احنا بالفعل اليوم الاجواء هتكون مستقره تماما على كافه مناطق الجمهوريه، يمكن كمان احنا هنتاثر بامتداد مرتفع جوي، الكتل الهوائيه هتبدا تتغير، كانت بالامس جنوبيات غربيه لكن اليوم هتكون شماليات غربيه، معاها انخفاض طبعا في درجات الحراره عن الامس بحوالي من 4 ل 6 درجات. بالفعل الطقس خلال فتره النهار الاجواء هتبقى صافيه، الطقس خلال فتره النهار هيكون دافي على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحراره على السواحل الشماليه، هيكون مائل للحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده طبعا خلال فتره النهار. لكن مع دخول ساعات الليل الفرق بين العظمى والصغرى بيوصل لاكثر من 10 درجات، خلال ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا اليوم بالفعل تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ادت بالفعل لانخفاض الرؤيه الافقيه على اغلب المناطق، لكن هي تلاشت مع سطوع اشعه الشمس بدات في التلاشي، مع ساعه كمان ان شاء الله والرؤيه هتتحسن تماما على الطرق. متوقع غدا الثلاثاء يكون عندنا في ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، هترتفع بحوالي من 2 ل 3 درجات مقارنه باليوم. يعني غدا العظمى متوقع تكون ما بين ال 25 وال 26 على القاهره الكبرى، هيكون في بعض الاذبه العالقه في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لان احنا هنتاثر بكتل هوائيه جنوبيه شرقيه معها بعض الاذبه العالقه. كان في بعض الصفحات اللي عن اخبار الطقس كان بتتحدث ان ممكن يكون في امطار خلال الايام القادمه، هل بالفعل في امطار او ممكن كمان نشهد موجات بارده او زي ما حصل في مارس 2020؟
هو بالفعل هنبدا من مساء غدا ان شاء الله، يعني مساء الثلاث هتبدا فرص الامطار على سواحلنا الشماليه بعض المناطق من المحافظات الشمالي الوجه البحري، لكن اعتبارا من يوم الاربعاء هيكون في انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحراره. يمكن مع نهايات الاسبوع ده نرجع تاني للاجواء الشتويه، درجات الحراره تكون ما بين ال 18 وال 19 على القاهره الكبرى مع نهايات هذا الاسبوع وبدايات الاسبوع القادم ان شاء الله، مع فرص الامطار على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لكنها فرص امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه الغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. لكن طبعا مش هتاثر، لان حضرتك بتقولي على السواحل الشماليه والغربيه، دي مش هياثر على حاله البحار وهيكون في ارتفاع للامواج او وامكانيه الصيد كمان. يعني هو اليوم وغدا ارتفاع الامواج هيبقى يعني ما بين الواحد ونص للاثنين متر، والبحرين هيكونوا مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن متوقع مع نهايه الاسبوع مع انخفاض درجات الحراره هيكون ايضا في نشاط للرياح، لكن نشاط الرياح هيبقى اغلب مناطق الجمهوريه، ده ممكن يؤدي لاضطراب ملاحه بحريه، يعني هيبقى ارتفاع الامواج فيه من 2.5 ل 3 متر، مش هيبقى اضطراب زي الايام اللي قبل كده، لكن طبعا هيبقى فيه اضطراب في حركه الملاحه البحريه. لكن حضرتك ذكرت ان احنا هنرجع تاني لحاله مارس 2020، يعني احنا الحمد لله الى منتصف هذا الشهر ان شاء الله الاجواء هتكون مستقره، مش هنشهد غير انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره فقط خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 23 وصغرى 12، الاسكندريه 20 12، مطروح 20 12، سيوه 23 10، بورسعيد 19 12، دمياط 20 11، اسماعيليه 30 12، السويس 23 12، العريش 23-13، طابة 23-14، كاترين 22-19، مشيخ 24-17، الغردقة 25-17، الفيوم 23-11، بني سويف 23-11، المنيا 25-12، أسيوط 26-12، سوهاج 28-13، قنا 29-14، الأقصر 31-15، أسوان 32-15، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 30-16، وأخيرا حلايب 29-18. حاولنا نطمن حضراتكم النهاردة عن أحوال الطقس بالتفصيل. متوقع طبعا يكون في النهاردة انخفاض يعني في درجات الحرارة، ومن غدا هيكون احتمال في سقوط أمطار على بعض السواحل الشمالية والغربية ابتداء من بكرة بالليل إن شاء الله. هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. طيب، يمكن الوقت الحالي بيشهد حالة من ارتفاع الأسعار وتحركها مش بس في مصر، لا ده في العالم كله في المواد الغذائية تحديدا، لكن على الصعيد الآخر أو على اتجاه موازي الحكومة بتعمل على توازن واستقرار هذه الأسعار، وده من خلال المجمعات الاستهلاكية اللي متوفرة في يعني كل محافظات مصر، وفيها كمان السلع الغذائية بكميات كبيرة، وفي نفس الوقت فيها كمان تخفيضات بتصل ل 20%. تحرص الحكومة على توفير كافة منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 15% إلى 20%، مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر. ونجحت وزارة التموين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، حيث إن المجمعات الاستهلاكية توجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى. ويعمل جهاز حماية المستهلك على تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومتابعة تداول وضخ السلع بكميات مناسبة في السلاسل التجارية والأسواق المختلفة.
الحقيقة أنه الدولة المصرية بتشتغل بالتوازي في كل القطاعات، فبدون شك أنه مصر قدرت أنها تعمل قفزات كبيرة في مشروعات الإسكان والطرق، واللي طول ما احنا ماشيين بنشوف ده بعنينا وقدامنا على أرض الواقع، ويعني بنشوف كل يوم مدى الإنجازات اللي بتتم في هذه المشاريع ومدى الإنجازات اللي تحققت في هذا القطاع. كل الخبراء كانوا بيقولوا أنه ده حلم مستحيل، وأنه يعني صعب كل ده يتحقق في هذه المدة الزمنية الصغيرة، لكن في الجمهورية الجديدة مفيش حاجة مستحيلة على المصريين. قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والطرق في فترة زمنية قياسية، حيث كان الخبراء يرون ذلك مهمة شبه مستحيلة، ولكن نجحت الدولة في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو. وخلال مشاركته في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما يتم عرضه يعد إنجازاً على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق. وقال مدبولي: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتى ندرك نحن المصريون ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، لأن المواطن يمكن أن يرى طريقاً لكنه لا يعي حجم الجهد والإنفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق. وتابع قائلاً: عندما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة. موضحاً أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبي الاحتياجات المستقبلية، وبما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا هدير. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في العاصمة المجرية بودابست أنهت إجراءات سفر مجموعة من المصريين القادمين من أوكرانيا. وأوضحت الخارجية أن سفارة مصر في بودابست بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة أنهت إجراءات تسفير 23 مواطنا مصريا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران. هذا وقد توجه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم بسلامة الله عائدين إلى أرض الوطن. أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين في أنحاء أوكرانيا بلغ 364 شخصا وإصابة مئات، مشيرة إلى أن استمرار القتال بمدينة ماريوبول الأوكرانية أدى لعرقلة جهود إجلاء 200,000 شخص من سكان المدينة المحاصرة لليوم الثالث على التوالي. هذا وقد أعلنت القوات الروسية وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية اليوم الساعة 10 بتوقيت موسكو. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين، الأولى من مارتن جريفيثس ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والثانية من كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف للطفل. تعقد اليوم جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا لبحث خفض التصعيد، ولم تؤدي الجلستان السابقتان على الحدود الأوكرانية البيلاروسية
ثم على الحدود البولندية البيلاروسية إلى وقف القتال، لكن الطرفين اتفقا على إقامة ممرات إنسانية. وأوضح الوفد الأوكراني أن جدول أعماله هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهات القتال. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يسمع أي رد فعل مؤثر من الحلفاء حتى الآن، وذلك ردا على عملية العسكرية الروسية في بلاده. وأوضح زيلينسكي أن جرأة روسيا هي أشارة واضحة للغرب بأن العقوبات المفروضة لا تكفي. كما جدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز من وجودها العسكري في ليتوانيا، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي إن واشنطن ستنشر على أراضي ليتوانيا وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي. وفي الوقت نفسه استبعد ميلي فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي محاربة نشطة للقوات الروسية. The policy dialogue system. These military-to-military communications at the highest level are critical to the security of the United States in order to deconflict. ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وبسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10%، ليصل خام برنت إلى أكثر من 230 دولارا، بينما ارتفع الخام الأمريكي ليصل إلى 125 دولارا و60 سنتا. وتصدر روسيا 5 ملايين برميل من النفط يوميا وفقا لوكالة رويترز للأنباء. نقلا عن المحللين، فإن فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 421215 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 25 حالة جديدة. انتهى موجز الثامنة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. امبارح الحقيقة وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل في الجمهورية، وده كان بواقع 85.7%، وده بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. خلونا نعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير يا دكتور، ويعني قراءة حضرتك لمسألة ارتفاع معدلات الشفاء في مستشفيات العزل. الحمد لله، ده دليل واقعي على ان احنا عدينا المرحلة الكبيرة الصعبة اللي كان فيها عدد كبيرة جدا من الإصابات، وطبعا يمكن كان في هذه الفترة أعلى معدل إصابات رصد خلال الفترة اللي فاتت كلها، وده بيعود إن معظم الإصابات كانت بالمتحور الجديد اللي هو أوميكرون، اللي هو كان يعني من ضمن خصائصه إن بيعدي المصاب يعدي عدد كبير قوي من الأشخاص، بيتراوح بين 14 و17 شخص. نتج عن هذا العدد كتير قوي، والحمد لله احنا عدينا هذه المرحلة، وواضح تماما سواء في الأعداد الرسمية التي تعلن اللي حضرتك قلتي عليها أو اللي أعلنت من شوية، أو الأعداد اللي احنا بنشوفها على أرض الواقع في مختلف أنحاء الجمهورية. والرقم اللي حضرتك قلتيه اللي هو 85.7 هو ده المتوقع، لأن احنا عارفين إن معظم الحالات بتبقى حالات بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة، والحمد لله معظمها بيعالج خارج اطار
المستشفيات. هيفضل 15% او اقل شويه هم دول اللي بيدخلوا المستشفيات او بيدخلوا الرعايات المركزه او بيحتاجوا اجهزه تنفس صناعي. فالحمد لله النتيجه هي نتيجه واضحه وانخفاض في عدد الحالات، وده واضح لنا جميعا، وايضا انخفاض في شده الحالات او حدتها، وان عدد كبير جدا بيشفى الحمد لله في مرحله زمنيه قصيره الحمد لله. دكتور محمد، يعني حضرتك بعد صباح الخير، طبعا حضرتك بدات كلامك ب يعني الحمد لله عدينا المرحله الصعبه، لكن هل انخفاض اعداد المصابين ده دليل على نهايه الموجه الرابعه من الفيروس، ولا اللي احنا عدينا المرحله الصعبه فقط ولسه ما زالت الموجه الرابعه موجوده؟ شوف سيادتك، احنا من الناحيه الاكلينيكيه ومن الناحيه الوبائيه من ناحيه رصد المرض يعني بنكون اكثر حرصا على الوضع الوبائي على حياه الناس وصحتهم من ناحيه ثانيه. نعم. الوباء موجود، انت بتتكلم النهارده على 1000 حاله وشويه. بتتكلم ايضا صحيح الحمد لله الوفيات نزلت من 60 حاله، وخلي بالك سيادتك الوفيات دي بتبقى يعني رقم تراكمي، لان الحالات الوفاه ما بتحصلش اكيوت او صادم، بتحصل على مدى 15 يوم او 20 يوم او 3 اسابيع في المستشفى. لكن في الاخر انا عندي مؤشرات بترصد كل يوم او كل اسبوع بسرعه، فالوباء موجود. نعم. ولسه في حالات، ولسه الفيروس منتشر سواء عندنا او في العالم. الوضع احسن، واحنا الحمد لله في كل المراحل الحمد لله كثيرا كنا الوضع في مصر احسن. الحمد لله طبعا. القطط احسن، الجزء الاعلامي حضراتكم بتقوموا بيه على يعني افضل وجه. ف يعني انا حريص شويه، لان احنا طبعا في حالات والمرض مش حلو، يعني المرض اعراضه برضه صحيح هي بسيطه، لكن طبعا الناس بتشتكي وفي ساعات حراره وفي اعراض تنفسيه، فاحنا بنبقى الوضع يعني الاحترازي او الوقائي لغايه ما الموضوع يوصل الى مرحله ثبات او استابيليتي واضحه، نبدا نتكلم على هل احنا بقى خلاص الوباء، لان الناس كلها بتستعجل يعني، والناس كلها ليها حق، لان احنا بقى لنا سنتين بنعاني يعني. صحيح. فخلينا يعني اكثر حرصا لغايه ما الامور تستقر تماما. طيب دكتور محمد، عايز اسال حضرتك عن مساله انه العزل مع اوميكرون بقى ايامه اقل، والناس كتير مثلا بيكون عندها اعراض واضحه جدا، لكن البي سي ار والتحاليل مثلا ما بتقولش ان عندهم كورونا، ازاي يتعاملوا في المواقف ده؟ شوفي يا استاذ هدير، سؤال مهم جدا، سؤال مهم فعلا. احنا في مرحله حيث طبعا امبارح كانت الجو تراب تماما زي ما حضرتك قلت من شويه، واحنا شفنا في انفلونزا موسميه موجوده، في يا كورونا ومتحوراتها موجودين. في نقطة تانية، لأن في وسط سؤال حضرتك في نقطة هامة جدا، هل ممكن العيان يبقى عنده كورونا والاختبار بي سي ار نيجاتيف؟ طبعا. لأن احنا من زمان قلنا وما زلنا بنقول إن نسبة الإيجابية بتكون 63%. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ممكن سيادتك مريض عنده كورونا ويعمل الاختبار النهارده ويطلع سلبي، ولو عدناه بعد 48 الى 72 ساعه يطلع ايجابي. فانا الحاله المرضيه في اي مرض بما فيهم الكورونا تقييمها مش بس بي سي ار، تقييمها اعراض ايه؟ تقييمها هذه الاعراض تتشابه مع الكورونا، اصابات الكورونا ولا لا؟ نمره اثنين. نمره ثلاثه، المريض عنده ارتفاع في درجه الحراره ولا لا؟ سته عوامل بحطهم على بعضيهم اوصل بيهم هل الحالة دي ممكن تكون كورونا ولا لا؟ وخلينا احنا في وباء وما زلنا فيه، خلينا نشتبه حتى يثبت عكس هذا. فهي دي نقطة مهمة قوي، البي سي ار في ممكن يطلع نيجاتيف والعيان عنده كورونا. أنا بس عايز أؤكد على النقطة دي، وممكن نعيدها مرة ثانية تطلع إيجابية. فخلينا في مرحلة الاشتباه. ليه بقى؟ حماية للمريض نمرة واحد، حماية لعيلته وأسرته اللي هو معاها نمرة اثنين. صحيح. حماية لزملائه أو التلاميذ في المدارس أو الجامعات نمرة ثلاثة، والمجتمع نمرة أربعة. طيب نروح لأيام العزل اللي بقت أقل يا دكتور. أيوه فاهم. هي القضية بتحسم حسب عدة عوامل.
منهم العام اللي قلت لسيادتك عليه. لكن هل العيان لما انا بعزله بعد ما يطلع سواء كان في اسبوع او 10 ايام او 14 يوم يبقى سلبي يعني ما يعديش حد تاني ولا لا؟ هي ده هو ده المعيار. يعني اذا كان العيان قبل كده بنعزله 14 يوم وبس مش 14 يوم، ده جه مرحله من زمان بيطلع من العزل 14 يوم ويقعد في بيتهم 14 يوم. دلوقتي مدد بتقتصر ليس تسهيلا على المريض، لا لا هو حمايه له زي ما قلت لسيادتك حمايه للمجتمع. انا النهارده انت قعدت اسبوع وبقيت سلبي وبقيت غير معدي، ما تنقلش العدوى، هي دي القضيه، ولا بعد 10 ايام ولا بعد اسبوع. على فكره ان ربط العاملين دول بالاعراض الاكلينيكيه المرضيه اللي بيشتكي منها العيان. يعني سيادتك واحد بعد اسبوع وقلت له ممكن تخرج وعمال يعطس ويطح ويرشح، ما هو معدي. صحيح. فخلي بالنا من النقطه دي، والعيان نفسه يعني مع الطبيب بتاعه يحدد، بتسال السؤال ده انا بقيت كويس، طب كويس عندك اعراض؟ اه شويه رشح وعطس، معلش خليك يومين كمان. نعم. زي ما قلت لسيادتك العوامل هنا مهمه جدا، مع ربط المده الزمنيه البينيه للعزل بالاعراض الاكلينيكيه اللي بيشكو منها المريض. نعم. طيب دكتور، مع يعني استمرارية وجود الوباء في العالم في الحقيقة مش بس في مصر، لكن شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مثلا من فترة فيديو لمجموعة من الأطفال في إحدى الدول الأوروبية بيحتفلوا برفع الإجراءات الاحترازية والتخلص من الماسك، وشفنا فرحة الأطفال بده. يمكن امبارح، ومش هنروح بقى لبعيد، تحديدا السعودية رفعت الإجراءات يعني الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، هل ممكن نشوف ده في مصر قريب؟ إن شاء الله. خلي بالك سيادتك يا أستاذ أحمد، الحمد لله برضه تاني يعني بحمد الله وأشكره والقيادة السياسية اللي عملوه في هذه الأزمة وكلنا شاركنا فيها. الحقيقة بقول لحضرتك كل دولة بتقيم الوضع الوبائي عندها، تقيم الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه، بتقرر حسب ظروف انتشار المرض كيف نسبه التطعيمات تمت قد ايه، وبتتحط دي عوامل كلها جنب بعضيها وتقدر تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لحمايه صحيح. الناس اولا وعدم تاثيره على الاقتصاد القومي او الانتاج او الكلام ده كله. نعم. احنا الحمد لله يا استاذ احمد زي ما انتم شايفين ومتابعين كويس قوي الآلة الإنتاجية وآلة واقع الحياة في مصر لم يتأثر في بعض الجهات طبعا. صحيح. أول كان عندنا فعلا يعني حظر لمدة معينة أو كده. إنما عايز أقول لحضرتك إن يعني عندنا في اجتماعات، في لقاءات، الدنيا مفتوحة، الناس بتنزل تشتري، الناس بتروح كلها، عجلة الإنتاج لم تتوقف للحظة واحدة. فأنت أنت حضرتك يعني سياسيا واللجنه العليا لاداره الازمه برئاسه الدوله رئيس مجلس الوزراء بتجتمع وفيها كل الجهات وتحدد الخطوات العمليه الاجرائيه والتنفيذيه حسب ظروف كل مرحله. يمكن ده اللي بياكد عليه دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكره ان يعني صحه المواطن لا تهاون فيها، وهو ده اللي بينعكس على اعمال اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا يا دكتورين. بالظبط يا فندم، هو سيادتك في الاخر الهدف الرئيسي حماية المواطن اللي هو نواة المجتمع. صحيح. يعني هو الإنسان هو الهدف صحيا واجتماعيا وسكنيا وكل شيء. على دكتور محمد، عايز أسأل حضرتك عن الجرعة التعزيزية أو الجرعة الثالثة وأهمية حصول الناس على هذه الجرعات التعزيزية، وهقول لحضرتك يمكن في ناس بتقول إنه وأنا رايح أخد الجرعة الثانية لقيت إن أنا ما عنديش أجسام مضادة، التفسير العلمي لده إيه؟ شوف حضرتك، كل تطعيم له طريقه في العمل. واحنا عندنا الحمد لله جميع انواع التطعيم. لكن والله هذا الكلام قلناه من سنه او سنتين يمكن كمان عندما ظهر التطعيم. التطعيم او اللقاحات اللي احنا بناخدها بتشتغل عشان تكون مناعه لجسم الانسان ضد المرض. في التطعيم ضد الفيروسات بصفه عامه وضد فيروسات اللي هي تنفسيه زي انفلونزا الموسميه وزي الكورونا، التطعيم ما بيديش ما يسمى المناعه الكامله اللي هي بنسميها السوليد اميونيتي. يعني في لقاحات شكل تاخديها انا اخدها بتدي مقاومه دائمه
ضد المرض. لكن احنا هنشبه دي بالانفلونزا الموسمية. الانفلونزا الموسمية كل سنة بتتغير، وكل موسم بتبقى متغيرة عن الموسم اللي قبله. فالتطعيمات او اللقاحات بتشتغل لمده زمنيه معينه. المده الزمنيه دي قد تكون من 6 لـ9 شهور. اخذت بال حضرتك؟ فالجرعه دي الواحد لما خد الجرعه الاولى ثم الثانيه، لان التطعيمات بتاعت الكورونا معظمها جرعتين، في نوع جرعه واحده. فبعد شويه خلاص المناعه التي اكتسبت نتيجه لهذا اللقاح قلت، فانت بتدي له بوستر دوز أو تطعيم تاني عشان تنشطي هذه المناعة. عشان كده قالوا في حدود 6 شهور ناخد الجرعة المنشطة التانية. وبدأ اللوحة اللي سيادتك عرضتوها النهاردة فيها قد إيه تطعيمات الجرعة الأولى والثانية والثالثة. فأنا بطلب من السادة المواطنين الأعزاء اللي خد جرعتين وجاه زمنه أو وقته ياخد الجرعة الثالثة ياخدها، اللي خد أولى وما خدش الثانية ياخدها، لأن اللقاحات بتدي فعلا جزء من الوقاية للمجتمع وجزء من الوقاية للشخص نفسه ضد الإصابة بالمرض. هي لا تمنع بنسبة 100%، هي بتقلل الأعراض، بتقلل فرصة زي ما احنا شايفين كده الفترة الزمنية للعزل، وفي الوقت ودي الأهم كثيرا، بتقلل يعني احتياج المريض لدخول المستشفى من ناحية، أو الرعايات المركزة، أو الله يقدر الوفاء. نعم صحيح دكتور. يعني بمناسبة الحديث عن اللقاحات، عاوزين بقى نستغل وجود حضرتك معنا ونطمن على التجارب السريرية الخاصة باللقاح المصري لفيروس كورونا. التجارب السريرية ماشية حسب بروتوكول معين بخطوات علمية فنية طبية محددة. نعم. تحت ملاحظة ومراقبة، ولما تنتهي التجارب الكلينيكية السريرية اللي هي المرحلة الثالثة من هذه التجارب مراحل مختلفة، بيطلع ويتقال هيئة الدواء المصرية بتشوف هذه النتائج مع المجموعة العلمية التي تشارك في هذا البحث، وبيقولوا اللقاح ده لقاح إيجابي ونستطيع استخدامه في الوقاية من الانفلونزا النتيجة أو الأعراض الناتجة عن مرض الكورونا. وأشر وتابع ويمثل جميع اللقاحات الأخرى. طيب هل متوقع الانتهاء منها خلال فترة زمنية محددة ويخرج اللقاح ده للنور؟ طبعا هي أصلا ليها فترة زمنية محددة. شاتك في هذه التجارب الكلينيكية السرية بيبقى فيه بروتوكول. قد إيه الفترة دي يا دكتور؟ وهذه البروتوكول بيعتمد من هيئة الدواء المصرية. ومطلوب منه كمان انك تلاحظ لفترة زمنية معينة تراقب المريض او الانسان اللي خد اللقاح وتتأكد ان ليس هناك اثار جانبية، ثم تعلن هذه النتائج، وبعد كده بيعتمد هذا الاعلان ده يا دكتور متوقع امتى؟ لا ملوش وقت معين لغاية ما ينتهي التجارب. يعني كان في ناس بتتكلم عن 6 شهور تحديدا. ما هي الفترة الزمنية للتجارب 6 شهور، وبعدين حضرتك بتبلور هذه النتائج الى بحث علمي ينشر ويعلن ويعتمد، وبعدين تقول خلاص اللقاح ده ممكن اعتمد. عظيم. دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقايه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده في صباح الخير يا مصر. شكرا يا استاذ عادل استاذ احمد. شكرا دكتور. من يعني الاخبار بقى المتعلقه بفيروس كورونا نروح لموضوعات اخرى يعني لا تقل اهميه، لان امبارح كان في افتتاح لمعرض الفن التشكيلي الافريقي الدولي بكليه الفنون الجميله بجامعه الاقصر، وده كان تحت شعار في حب مصر، واللي بتنظمه الكليه بالتعاون مع مهرجان الاقصر السينمائي الافريقي في دورته 11. المعرض بيضم فنانين من دول روسيا، انجلترا، البحرين. كمان تم عمل جداريه، الجداريه دي بتبلغ نحو 100 متر وبتعبر عن دور واهميه المراه المصريه تحديدا منذ العصر الفرعوني وحتى عصرنا الحاضر في الممارسات الفنيه والابداعيه، وشارك في الجداريه دي نحو 20 طالب. التفاصيل هنعرفها من خلال التقرير التالي.
الحقيقة المعرض مواكب للسينما الأفريقية، لأن إحنا لو بصينا على اللوحات اللي هي موجودة في المعرض هنلاقيها إن هي بتحتك بشكل مباشر بالحياة في أفريقيا، سواء كانت من مصر طبعاً لجميع الطقوس والعادات اللي هي بتبقى موجودة في أفريقيا، حتى هنلاقي فنانين مش شرط إن هم أفريقيين، لأن ممكن يكونوا عاشوا تجربة جوه قارة أفريقيا سواء أيا كان المكان اللي هم موجودين فيه، بس أنتجوا من خلال هذه التجربة مجموعة لوحات فنية بتعبر عن الحياة في أفريقيا، لأن يكون المعرض متنوع ما بين الخامات، سواء الخامات المختلفة أو المدارس الفنية اللي هي بيتبعها كل فنان على حدة. يعني هنلاقي في المعرض في فنانين بيتبعوا المدرسة التكعيبية، في فنانين بيتبعوا المدرسة الكلاسيكية، في الانطباعية والتأثيريين وهكذا. فهو الحقيقة شامل مجموعة مدارس فنية، إلا إن هم كلهم بيجتمعوا على إن هم بيتكلموا عن أفريقيا نفسها، الحياة في أفريقيا بشكل أو بآخر بتصويرهم كل واحد من خلال رؤيته الفنية. والله الطابع الإفريقي موجود في أعمال كتيرة، وده امتداد كويس للأعمال الفنية المصرية، بتبين طبعاً ارتباطنا الوثيق بدول حوض النيل ودول أفريقيا عامة، وطبعاً في الواقع أن مصر جزء من أفريقيا، وإن الفن المصري القديم هو فن أفريقي في المحل الأول. الأعمال الفنية زي ما احنا عارفين بتعبر عن أفريقيا بشكل عام وعن مصر بشكل خاص، وإحنا طبعاً جزء لا يتجزأ من أفريقيا. على سبيل المثال اللوحات اللي أنا مشارك بيها كفنان في المعرض هي مصري البسيط الأكسوري اللي احنا عايشين معاه، الجو المحيط بينا بدأت أمزجه بمجموعة من الألوان ومجموعة من الطبيعات المختلفة بما يسمى ميكسد ميديا. ده كان مجموعة كبيرة من معرض اسمه حكايات مرئية، كنت عارضه في قاعة الباب بمتحف فن المصري الحديث بالقاهرة، والنهاردة لقيت إن ده من الموضوع من اللوحات المناسبة إن تشارك فيها النهاردة. طبعاً زملاء الفنانين المشاركين بشكل عام قدروا يعبروا عن الموضوع من خلال انتمائهم الأفريقي وانتمائهم لمصر. كمان معنا مجموعة من الفنانين زي مثلا براين فلاين، فنان انجليزي عايش في الاقصر بينا، يمكن انتوا استعرضتوا لوحاته من خلال الكاميرا معانا النهارده. هو مقيم في الاقصر وعايش في الاقصر برضه، كان عنده رغبه ان هو يشارك معانا. فالموضوع ما كانش قاصر على الفنانين اعضاء التدريس بالجامعات المصريه او كليات الفنون بس، لا ده كمان الفنانين بشكل عام. طبعا دول زملائنا في الفن بشكل عام، فاحنا كنا لسه في اطار احتفاليه الاقصر كليه الفنون الجميله بمرور 25 سنه، احنا قلنا الاحتفاليه مستمره طول العام وعندنا ايفنتات كتير جدا. ده من ضمن الاحتفالات بتاعتنا ان احنا حتى هم كمان في مؤتمر في المهرجان حاطين شعار كلية الفنون الجميلة مرور 25 سنة على كلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى شعار جامعة الأقصر. فده أول تعامل بيننا، تعاون إن شاء الله يكون وطيد وإن شاء الله يكون في مسار التعاونات الأكثر بيننا وبين مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن المعرض. هنعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور، وبداية عايزين نعرف أبرز الأعمال اللي اشتمل عليها المعرض وأنواع الفنون اللي كانت منضمة داخل هذا المعرض. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين. طبعا احنا جامعة الأقصر في إطار دور الجامعة التثقيفي والتنويري وتأكيد لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفن والمبدعين لتقديم أعمال راقية علشان تسري الثقافة والفن والأبداع، كانت مشاركتنا مع مهرجان السينما الأفريقي في دورات الحداشر اللي هو المعرض التشكيلي أو الفن التشكيلي بكلية الفنون الجميلة تحت شعار في حب مصر. المعرض كان فيه حوالي 150 لوحة شاركت فيها 40 دولة بمشاركة حوالي 500 فنان، والمعرض كان جميل جدا، وكان بأن هو بمناسبة برضه اليوم العالمي للمرأة كان بيعبر عن اللي هو دور المرأة في العصر الفرعوني وحتى العصر الحالي،
من اللي هي الممارسات الإبداعية والفنية للمرأة. وطبعا احنا عارفين المرأة دلوقتي في ظل توجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات الدولة ان هي قدرت تاخد مكانة كبيرة خالص وتحتل مكانة كبيرة خالص. الطلاب اللي شاركوا في المعرض حوالي 20 طالب ما بين طالب وطالبة يعني، ودي كان تعاون بيننا وبين مهرجان السينما الأفريقي في دورته ال 11. نعم دكتور، يمكن احنا شايفين من خلال الصور اللي بتعرض الآن كان في مجموعة من الفنانين المشاهير، يعني شايفين دلوقتي الفنان محمود حميدة من أبرز المشاهير اللي حرصوا على يعني تفقد أعمال المعرض والمشاركة في هذا المعرض. وكان الفنان محمود حميدة بصفته رئيس الشرف للمهرجان طبعا. نعم. وكان سيناريست السيد فؤاد وبرضه كانت موجودة الأستاذة عزة الحسيني. في بعض الفنانين، كانت فنانة باسمة كانت معنا في الافتتاح أول أمس. لكن كان في عدد كبير خالص من اللي هم المثقفين بالنسبة في الأقصر حرصوا تماما على حضور اللي هو المعرض. نعم. مدة تنظيم المعرض مستمرة لكم يوم يا دكتور؟ لا المعرض مستمر حوالي أسبوع تاني، لكن هو المعرض كان امتداد من احنا كنا احتفلنا باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، لأن كلية الفنون الجميلة من أقدم الكليات هنا في جامعة الأقصر، تم إنشائها في عام 1996 وبالتالي مر على إنشائها 25 سنة، فهو كان امتداد برضه للي هو اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، وإحنا مستمرين على طول العام الكامل إن شاء الله. إزاي بتسهم الفعاليات دي يا دكتور إنه الجامعة تستفيد من خلال هذه الفعاليات؟ نقل للثقافات ما بين أفريقيا، الطلبة اللي لسه في الجامعة بيتفاعلوا إزاي مع كل هذه المشاركات؟ أولا إحنا المشاركات كانت في فنانين من البحرين ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن الهند، من 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 بلدان أجنبية وعربية، والناس دي بتيجي هنا هوت بتعمل ورش عمل أو ورك شوبس بالنسبة للطلاب. فهنا بنبدأ نقول اللي هو انفتاح على الحضارات سواء كانت أجنبية أو عربية، وبالتالي هنا بيعتبر في مجز، هنا مزج بيننا وبين الثقافات الأخرى، وبتستفيد الطلاب من خلال ورش العمل اللي هي بتعملها الفنانين اللي بتيجي وبتقعد حوالي شهر أو شهرين عندنا هنا هوت في الأقصر، أو بتقيم إقامة كاملة في الأقصر علشان تقدم الفن بتاعها، وإحنا بنستفيد من تبادل الثقافات بيننا وبينهم. نعم دكتور، يمكن ورش العمل اللي حضرتك ذكرتها دي والمعارض كمان بالإضافة ليها يعني بتعزز من فكرة اكتشاف المواهب الطلابية اللي موجودة في الجامعة، فهل بيتم تنظيم يعني هذه المعارض أو ورش العمل بشكل دوري للكشف عن هذه المواهب؟ بلا شك احنا هنا بنعمل، يمكن النهارده عندنا احنا عاملين النهارده ورك شوب النهارده تاني في الجامعه علشان اكتشاف الموهوبين، ودي كان تفعيل ليمكن يعني توجيهات فخامه الرئيس في كفر الشيخ لما كنا في اجتماع في كفر الشيخ. نعم. ودعا ل ان احنا رعايه الموهوبين، وده بنعمله بشكل دوري احنا، وبنعمل مسابقات بشكل دوري. وطبعا احنا عارفين معظم اللي هم طلاب كليه الفنون اصلا موهوبين، وبالتالي احنا بنعتبرهم هم، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نفرز اللي هو الاكثر موهبه فيهم، لكن معظمهم موهوبين. طب الجهود اللي بتقوم بها الجامعه بقى تحديدا لرعايه الموهوبين زي ما حضرتك ذكرت يعني تطبيقا لتوجيهات السيد الرئيس ايه هي؟ احنا هنا عاملين حاليا مركز للموهوبين اساسا، وبنحاول طبعا بنعمل مسابقات بالاضافه الى تقديم جوائز ليهم، وبالتالي دلوقتي احنا عملنا هنا هوت مركز للمبدعين، وعملنا ليه لائحه وماشي بشكل منتظم بالاضافه الى دعمه ماديا وبرضه وبالخبرات بتاعه الاستاذ عطاء ادريس علشان يسقلوا المهارات والابداعات اللي بالنسبه للطلاب. نعم عظيم. دكتور محمد عزوز رئيس جامعه الاقصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح،
Messi hits one. Oh, what a goal! احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر بوصول نادي القرن الإفريقي للانتصار رقم 200 في تاريخ مشاركاته في البطولات القارية بعد الفوز على المريخ السوداني يوم السبت اللي فات، وده كان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكتبت صفحة الأهلي إن انتصار الـ200 لنادي القرن في البطولات الإفريقية، دوري الأبطال 156، أبطال الكؤوس 25، الكونفدرالية 14، السوبر الإفريقي 5. كمان هيسافر فريق الأهلي لجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء اللي جاي أول ما ينتهي من مباراته قدام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، علشان يخوض مباراته قدام سان داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرغ. ونروح لمباريات الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر سيتي فوز غالي على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 في الديربي اللي اتلعب امبارح على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وبكده بيتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس في ترتيب البريمير ليج برصيد 47 نقطة. كمان فاز فريق أرسنال على فريق واتفورد بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وبكده ارتقى أرسنال للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 48 نقطة، ووقف رصيد واتفورد عند 19 نقطة في المركز 19. وفي الدوري الأسباني بيواصل فريق برشلونة انتصاراته، وقدر يحقق الفوز على فريق ليتشي بنتيجة 2-1 ده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الأسباني. وبالنتيجة دي قفز فريق برشلونة للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 48 نقطة، ولسه عنده مباراة مؤجلة، لكن ليتشي ده وصل دلوقتي في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة. حقق فريق أتلتيكو مدريد فوز غالي على ريال بيتيس بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني، وبكده بيحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، وريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية محليا وعالميا، هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا. في 2018 كان إعلان مصر إن هو عام بناء الإنسان، لكن دايما بيتبادر للإذهان كده إن هو عام بناء الإنسان، فأنا بقف في السنة دي فقط ببني فيها الإنسان وخلاص على كده. الموضوع مش كده، لأن مصر لسه مستمرة في بناء الإنسان من خلال عدد من المحاور اللي أهمها الاهتمام مثلا بالأنشطة الطلابية اللي فيه اهتمام كبير جدا بيها في كل الأنشطة المختلفة، وده لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها، وده اللي بنشوفه في معرض مصر بقت أحلى للأنشطة الطلابية واللي أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. المعرض ضم 700 قطعة فنية بتجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات، وكمان الطلاب قدموا من خلال المعرض استعراض مسرحي بعنوان يوم الشهيد، وإحنا عارفين أن يعني الشهر ده تحديدا فيه الاحتفال بذكرى يوم الشهيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور تامر سليمان موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني عاوزين نتكلم عن فكرة المعرض، معرض مصر بقت أحلى، وإزاي استعديتوا لهذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفكرة الأساسية جت لنا إن إحنا شايفين على مدار الـ7 سنوات الماضية إنجازات في جميع المجالات من خلال سيادة الرئيس. نعم. فقلنا لازم يبقى لينا دور، ولازم نقول شكرا للرئيس بصورة مختلفة من تعليم القاهرة. فقلنا نعمل معرض بيجسد بأيادي الطلاب المنتجات اللي هي بتعبر عن الإنجازات اللي موجودة في خلال 7 سنوات الماضية، سواء في مجالات الإنشاءات، الطرق، الإسكان، التعليم، الصحة، القدرات العسكرية. فابتدينا ندي تعليماتنا
الموجهين في الادارات ان هم يشتغلوا على الموضوع ده، وابتدوا كل واحد بيعمل بقى بفكرته المنتج ده هيكون ازاي وبيعبر عن الانجاز اللي هو شايفه. الموضوع ده من ضمن الحاجات برضو ان احنا ننمي روح الولاء والانتماء للطلبه، بحيث ان هم في النهايه يبقوا عندهم وعي واحساس بالمجهودات الكبيره اللي هي بتحصل في جميع انحاء مصر، والكلام ده فعلا ابتدى ان هو يحصل. انا فعلا عايزه اقف مع حضرتك عند مساله اختيار الافكار وانعكاس ده على وعي الطلبه، اختيار افكار المشاريع المشاركه في المعرض. احنا سيبنا جميع الافكار للطلبه، انا عاوز الطالب هو اللي يفكر وهو اللي يقول وهو اللي ينفذ، بحيث ان يبقى الموضوع او الفكره نابعه من جواه، بحيث ان هو في النهايه نقدر ان احنا المنتج اللي هو بيبقى بيعمله بيبقى عارف اهميته وعارف مدى انجازه. كمان كان في حاجه كويسه جدا في خلال المعرض، الطلبه اللي هم عرضوا المنتجات كان معالي محافظ القاهره اللي هو خالد عبد العال كان مبهور بان الولاد عارفين الارقام، عارفين الطرق كام 1000 كيلومتر، عارفين التسليح، مذاكرين المشروع يعني بالظبط يا فندم، عارفين التسليح كام، كنا قد ايه وبقينا قد ايه، عارفين الانشاءات، عارفين الانجازات، عارفين كل حاجه ان هي حصلت ايه. هي حاجه كمان احنا من ضمن اللي احنا عرضناه في خلال المعرض، احنا كنا دخلنا موسوعه جينيس ريكورد باطول خط بذور في العالم، والاهرامات الثلاثه وبرج القاهره وهرم سقاره من المخلفات البيئه الطبيعيه بتاعتنا، فدي من ضمن الحاجات اللي هي اتعرضت في المعرض. اتعرض معانا كمان ورش عمل، حوالي 6 أو 7 ورش عمل لذوي الهمم، كانوا عاملين منتجات رائعه وورش عمل متميزه. كان في عندنا كمان عرض مسرحي بيعبر عن يوم الشهيد، وبيعبر الطلبه بنفسهم بيقدموا العروض ويعرفوا قيمه الوطن وقيمه الشهيد اللي هو قدم حياته علشان احنا نبقى موجودين في الرخاء اللي احنا موجودين فيه. نعم. الـ 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 الاغاني دكتور تامر، وفكره اللي انتم تطلقوا العنان للطلبه علشان هم اللي يختاروا مشروعاتهم، يعني في الحقيقه هي فكره رائعه علشان خاطر يكون عندهم نوع من انواع يعني الانتماء للوطن، ويكونوا على درايه كمان بما يتم على ارض مصر من مشروعات كبرى هتغير حياه الاجيال دي تحديدا. لكن كمان ذوي الهمم كانوا يعني او كانوا ليس او ليسوا بمعزل عن المعرض، عاوز اعرف مشاركه ذوي الهمم سريعا كده في المعرض ده كانت عباره عن ايه؟ كانت بحوالي 6 أو 7 ورش عمل في منتجات زي البامبو، زي شغل السجاد، كان الاركت، الرسم على الازاز والمرايات، منتجات مختلفة. في كان بيعملوا كمان تدوير لمخلفات البيئة، الكراتين بتاعة البيض عملوا بيها أشكال فنية وعملوا بيها فوانيس شكلها حلو جدا. نعم. كانوا مبسوطين جدا جدا بالحضور الكبير اللي كان موجود. كان معنا دكتورة رندا شاهين من وزارة التربية والتعليم، رئيس قطاع التعليم العام. كان الحضور كان كبير جدا، ودي كانت حاجة كانت بسطاهم جدا، وعارفين. نعم. إن الاهتمام الدولة بيهم عامل ازاي، ودي كانت يعني نقدر نقول يا دكتور ان هو معرض متكامل كان بيضم كل انشطه الطلاب من يعني كافه الفئات المختلفه ليهم. الدكتور تامر سليمان موجه عام المجال الصناعي بمديريه التربيه والتعليم بالقاهره، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لكم طبعا مزيد من التوفيق. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ودائما الدولة المصرية بتسعى لتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي مع كل الأطراف الدولية. علشان كده وزيرة التعاون الدولي أعلنت عن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ما بين 2022 و2027. خلينا نفهم أكتر ونعرف يعني إيه اتفاقية قطرية، ونعرف مزيد من التفاصيل ومردود هذه الاتفاقات على الاقتصاد المصري من الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، موجود معانا عبر سكايب. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تفهمنا يعني ايه اتفاقية قطرية وعوائد هذه الاتفاقية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. صباح الخير أستاذ هدير، صباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين.
يعني طبعا الاتفاقية والتعاون والاحتفالية اللي شفناها بالأمس هي ليها عدة رسائل. هو الموضوع ليس فقط لأن كتير بياخدوا من زاوية واحدة وهي المردود والعائد من هذه الخطة، وده هنتكلم عليه بتفصيل، لأن الصراحة ما حدث بالأمس هي يعني طفرة في العلاقات الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التحديات اللي بيمر بيها العالم بالكامل من استمرار للأزمات. برغم الاستمرار في الأزمات وبرغم التحديات دي، ولكن بالأمس هذا التعاون وهذه الاحتفالية كانت بمثابة ليس فقط تعاون مع البنك العربي، البنك الأوروبي اللي عايز البنك الأوروبي لعهد الأعمار والتنمية، ولكن هي رسالة أن مصر منفتحة على مزيد من الشراكات ومزيد من التعاونات مع عدة جهات دولية. يعني رأينا بالأمس بالفعل وزيرة التعاون الدولي بتتحدث أن هذا الاتفاق ليس الأخير، ولكن في اتفاق آخر مع البنك الأفريقي، وفي اتفاق آخر أيضا مع الأمم أو البنك الدولي. بالتالي ما يحدث بالأمس هو رسالة للعالم بالكامل أن مصر منفتحة على مزيد من الشراكات والتعاون، وهذا ما أكده أيضا أو حسب وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة القصوى من الشراكات الدولية. نعم. يعني خلينا أوضح لحضرتك برضو سيدة هدير أن نقطة الاتفاقية في الأمس هي ليست وليدة اللحظة. مصر أصلا من مؤسسين هذا البنك، ودي نقطة مهمة جدا. مصر من مؤسسين هذا البنك من 1991، وبدأ التعامل مع مصر من أو الاستفادة من هذا البنك في الاقتصاد المصري من 2012 وحتى اللحظة، ومستمرين في هذا التعاون. استمرار هذا التعاون أيضا بيؤكد على أن البنك الأوروبي شايف أن مصر جهة استثمارية مهمة جدا وجهة آمنة، ويعني رسالة أن مصر بالفعل مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وأيضا صحيا وقادرة على صد هذه الأزمات. احنا البنك الأوروبي بنتحدث انه صرف او استثمر في مصر حوالي 8.7 مليار دولار من 2012 وحتى هذه اللحظة. بنتكلم ده حجم استثمارات دكتور احمد، يعني ده حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بشكل عام، ولا ده مخصص للمشروعات بعينها؟ لا طبعا هو مخصص طبعا بمشروعات بعينها، لان لكن مشروعات في النهايه خاصه باعاده التعمير والاعمار والتنميه. طبعا ولكن هي بيبقى كل هي الفكره كلها انه بيبقى في خطه خمسيه كل خمس سنين. نعم. بين مصر وبين البنك الاوروبي، كان اخرها من 2017 ل 2021، ودي تم صرف فيها 5.8 مليار يورو في هذه الخطه الجديده اللي مصر شغاله عليها دلوقتي، وده اللي كان بيتم توقيعه بالامس، وهي من 2022 وحتى 2027. الخطه الجديده يعني بتتركز على ثلاث محاور. الثلاث محاور دول هم التركيز على الدعم وتحفيز القطاع، مشروعات القطاع الخاص، ايضا التركيز على الاقتصاد الاخضر، وطبعا بالاضافه الى دعم وتحفيز النمو الشامل والمستدام ومشروعات النمو الشامل والمستدام داخل مصر. فدي الثلاث محاور اللي الخطه الجديده في مصر مع بنك الاوروبي شغالين عليها، وخاصه يعني ده بياكد كمان نقطه مهمه جدا، ان وده اكده بالامس على فكره مارك بومان وهو نائب رئيس البنك الاوروبي في الاحتفاليه بالامس، ان هم شايفين ان ما يحدث في مصر، او احنا جينا مضينا مع مصر اتفاقيه جديده الخطه خمسيه جديده، لان ما حدث في الخمس سنين اللي فاتوا بياكد ان مصر منفتحه على القطاع الخاص. ودي نقطه. دكتور احمد انا عايز اتوقف مع حضرتك عند الخمس سنين اللي فاتوا في اطار الاستراتيجيه السابقه. حضرتك قلت كان 5.8 مليار يورو، 5.4 مليار. مصر استفادت ازاي من هذه الاستراتيجيه السابقة من 2017 ل 2022؟ يعني صراحة يعني كمية المشروعات اللي تمت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا مهمين جدا، لأن وبالفعل لازم نسلط عليهم الضوء، لأن ده بيأكد كمان أن الخمس سنين الجايين هيبقى فيه تركيز على القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر والمرأة. فيعني احنا شفنا لو بنتكلم بالأرقام، ففي الخطة اللي فاتت هنلاقي أن الخطة ساهمت في زاد فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة أيضا لإتاحة خطوط الائتمان للمؤسسات
الماليه يعني بنتكلم بقيمه اكتر من 2.5 مليار يورو، واستثمروا 92 او 93 او حوالي 93 مليار يورو في صناديق اسهم لتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه. واكرر هو التركيز على المشروعات الصغيره والمتوسطه خاصه للقطاع الخاص، يعني بنتكلم في 76% من مشروعاتهم اصلا او من تمويلهم رايح للقطاع الخاص داخل مصر، وده بيأكد كمان ان مصر بتساهم في مساعده القطاع الخاص وليس فقط مشروعات الدوله. نعم. كمان عملوا برنامج اسمه ستار فينشرز. دكتور احمد مهم جدا. دكتور احمد معطي، يعني عذرا احنا هنتوقف مع حضرتك يعني بضعه دقائق، نروح لموجز لاهم الانباء موجز التاسعه ونرجع ونكمل مع حضرتك يعني باقي هذا الحوار. الان مشاهدينا موجز التاسعه لاهم واخر الاخبار مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك احمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في العاصمة المجرية بودابست أنهت إجراءات سفر مجموعة من المصريين القادمين من أوكرانيا. وأوضحت الخارجية أن سفارة مصر في بودابست بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية صديقة أنهت إجراءات تسفير 23 مواطنا مصريا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران. هذا وقد توجه سفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم بسلامة الله عائدين إلى أرض الوطن. أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين في أنحاء أوكرانيا بلغ 364 شخصا وإصابة مئات، مشيرة إلى أن استمرار القتال بمدينة ماريوبول الأوكرانية أدى لعرقلة جهود إجلاء 200 ألف شخص من سكان المدينة المحاصرة لليوم الثاني على التوالي. هذا وقد أعلنت القوات الروسية وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية اليوم الساعة 10 بتوقيت موسكو. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين، الأولى من مارتن جريفيث ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والثانية من كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف للطفل. تعقد اليوم جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا لبحث خفض تصعيد، ولم تؤدي الجلستان السابقتين على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ثم على الحدود البولندية البيلاروسية إلى وقف القتال، ولكن الطرفين اتفقا على إقامة ممرات إنسانية. وأوضح الوفد الأوكراني أن جدول أعماله هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهات القتال. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يسمع أي رد فعل مؤثر من الحلفاء حتى الآن ردا على العملية العسكرية الروسية في بلاده. وأوضح زيلينسكي أن جرأة روسيا هي إشارة واضحة للغرب بأن العقوبات المفروضة لا تكفي. كما جدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز وجودها العسكري في ليتوانيا. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي إن واشنطن ستنشر على أراضي ليتوانيا وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوية. وفي الوقت نفسه استبعد ميلي فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي محاربة نشطة للقوات الروسية. ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الأسيوية صباح اليوم مع إقبال المستثمرين على ملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وبسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% ليصل خام برنت إلى أكثر من 130 دولار، بينما ارتفع الخام الأمريكي ليصل إلى 125 دولار و60 سنتا.
وتصدر روسيا 5 ملايين برميل من النفط يوميا. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن محللين، فإن فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، أي إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 421215 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1093 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 25 حالة جديدة. نهاية موجز التاسعة، عودة مرة أخرى إلى أحمد وهدير لاستكمال برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. مشاهدينا الكرام، نعود مع حضراتكم الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، وكنا نتحدث عن ما تم من إنجازات ومشاريع من 2017 لحد 2022 في إطار الاستراتيجية القطرية مع التعاون مع البنك الأوروبي. تفضل يا دكتور حضرتك، كمل الكلام احنا مع حضرتك. تمام يا استاذ هدير. طبعا احنا شفنا ان في عده برامج اشتغل عليها البنك الاوروبي داخل مصر في الخطه الخمسيه اللي فاتت، كان منها كمان برنامجين مهمين جدا، وهم برنامج المراه في سوق العمل والشباب في سوق العمل، وده كان هدفهم تعزيز وتنميه المهارات الماليه. البنك قدر يقدم من خلال البرنامجين دول 101 كارد لمشروعات صغيره ومتوسطه بتقودها المراه في اطار البرامج الخاصه بالمراه. الحقيقه كمان ان البرامج التنمويه دي المهم في الاخر انها هل قدمت لمصر نتائج بالفعل ولا هو كارد وخلاص. هنلاقي ان اكتر من البنك قدم اكتر من خدمات استشاريه لاكتر من 1000 شركه صغيره ومتوسطه، ان والنتيجه في الاخر ان 59% من هذه الشركات قدرت انها تزود عمال وقدرت انها تزود موظفين. طبعا 59، احنا بنتكلم 60، حوالي اكتر من 60% قدروا ان هم يزودوا عمال وموظفين، يعني بيقللوا معدلات البطاله. بالتالي ده معناه ان الشركات او هذا البرنامج ساهم في بالفعل نجاح مشروعات كتيره جدا داخل مصر، وبالاضافه ان في 66% من هذه الشركات قدرت انها تزود الانتاج بتاعها، وفي 21% من الشركات الصغيره والمتوسطه حصلت على خدمات استشاريه نجحت كمان انها تزود صادراتها. فاحنا بنتكلم ان هذا البرنامج مش موضوع ارقام بس او احتفاليه كما يتحدث البعض، لا، احنا امام تعاون مشترك ناجح بكل المقاييس، قدر يساهم في تراجع البطاله، يساهم في زياده الانتاج، بالاضافه الى طبعا زياده الصادرات وحجم المبيعات، فبالتالي متوقع مزيد من النجاحات. بنتكلم كمان في ان هذا البرنامج حتى في الخطه الخمسيه اللي فات كان مركز على الاقتصاد الاخضر، وقدر يقدم تمويلات لمصر بقيمه 2.5 مليار يورو ومن خلال 63 مشروع في الاقتصاد الاخضر، منهم 23 مشروع في قطاع الطاقه المتجدده. وده كان خلال الخمس سنين اللي فاتوا، وده استمرار ليه برضو نفس النهج او استمرار في التركيز على الاقتصاد الاخضر، خاصه ان مصر في الخطه بقى الخمسيه الجديده كمان احنا شايفين بدانا او شفنا بالامس بالفعل ان البنك الاوروبي مضى بروتوكول مع وزاره الكهرباء ووزاره البترول ل كمنحه لزياده الاستشارات في التحول نحو الاقتصاد الاخضر، وخاصه طاقه الهيدروجين اللي بتاتي من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه، واللي الحمد لله مصر يعني ده موجود اصلا عندنا متاح، فبنبدا نزود الطاقه المتجدده في هذا المجال. نعم. خاصه ده كمان بياتي ويمكن هو ده التوجه العالمي يا دكتور بشكل عام، فكره اللي هو انتاج الطاقه من الهيدروجين، يعني ده توجه عالمي، ومصر ما كانتش هتتجه لهذا الملف تحديدا الا بعد وجود فائض من انتاج الكهرباء لديها، وده بسبب يعني الخطه الرشيده اللي قامت بيها مصر في هذا الملف. لكن حضرتك أثناء الكلام قلت إن الاتفاقية دي
يعني جت أو تجددت نتيجة يعني تأكيد القائمين على هذه الاتفاقية بأن مصر منفتحة واقتصادها منفتح على القطاع الخاص. فيهمنا نعرف هنا أن الاتفاقية دي هل بتشمل تمويل القطاع الحكومي فقط ولا أيضا تمويل قطاعات أخرى مثل القطاع الخاص؟ بالظبط طبعا، بالعكس هي هذه الاتفاقيه مركزه اكتر على القطاع الخاص. 76% من التمويلات او الاستثمارات اللي هتبقى من البنك الاوروبي هي متجهه اصلا للقطاع الخاص داخل مصر، و24% فقط للقطاع الحكومي. يعني حتى لو بنتكلم عن يعني بعض يتحدث مثلا هل الطاقه المتجدده هل القطاع الخاص هيقدر ان هو يساهم فيها؟ بالفعل، لان مصر بالفتره اللي فاتت عدلت من قوانينها بحيث انها تخلي وحطت قوانين واضحه وصريحه للتعريفه من الطاقه الشمسيه وكيفيه توريدها للحكومه من القطاع الخاص. فيعني بالفعل هذا البرنامج من البنك الاوروبي هو اصلا تركيزه اكتر على القطاع الخاص في الخطه الخمسيه اللي فاتت وحتى في الخطه الخمسيه الجديده، وده اللي اكده مارك بومان بالامس في الاتفاقيه وهو نائب رئيس البنك الاوروبي، ان هو انا بجدد الاتفاقيه لان بالفعل مصر نجحت مع القطاع انها تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص داخل مصر. ودي نقطه مهمه قوي لان احنا بنتكلم من 5 سنين فاتوا كمان، يعني ده هو بيتكلم مش بقى في الجديد بس، ده بيتكلم ان دور القطاع الخاص في مصر من 5 سنين فاتوا مصر قدرت ان هي تشارك معاه، وده شفناه بالامس. لان اللي كان حاضر على فكره في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذا الاتفاقيه ليس فقط الحكومه، ولكن كان في ناس، يعني كان في الكثير من المجتمع المدني وايضا الكثير من رجال الاعمال الشباب كمان في مشروعات. ويمكن ده يا دكتور اللي بيعزز ثقافه الانفتاح على يعني كل الجهات المشاركه في مجال التنميه تحديدا. واحنا بنتكلم ان النهارده يعني في عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فعشان كده كان في أهمية كبيرة جدا لمشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الاتفاقية اللي هتساعد أكيد يعني إن ال5 سنين اللي جاية كمان تبقى أفضل من ال5 سنين اللي فاتت. لو حضرتك اتكلمت عن إنجازات في 5 سنين فاتت، لا اللي جاية هيبقى أفضل كمان إن شاء الله. طبعا. دكتور طبعا. أحمد معطي الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مفاصل ونرجع من بعده نكمل، خليكم دايما معانا. نروح لمحافظة الأقصر وزميلتنا جيهان عبد الدايم مراسلة صباح الخير يا مصر موجودة في محافظة الأقصر وعملت لقاء مع أحد أعضاء الوفد السنغالي المشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية واللي بيحمل اسم المخرج السنغالي الكبير جبريل دايو. صباح الخير عليكم مشاهدينا، يمكن النهارده بنتابع معاكم ايضا هامش على هامش مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في دورته ال11، ويمكن المهرجان السنه دي بيه عدد ضيوف يعني كبير جدا من 35 دوله افريقيه، فنانين وممثلين وكتاب واعلاميين وصحفيين. النهارده المهرجان هام جدا، لذلك كان معانا هيبقى ضيف افريقي موجود معانا علشان نعرف منه، هو إعلامي وصحفي السيد نجيب، وأيضا هو الذي قام بعمل كتاب مخصوص عن الذي قامت على يعني شرفه هذه الدورة الممثل السنغالي دي جبريل. الأول بنرحب بضيفنا الكريم، أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. النهارده يمكن بنتكلم في البدايه عن اهميه هذا المهرجان وحضورك ليه، وايضا عن يعني ما تراه من الناحيه الاعلاميه والصحفيه ومردود هذا المهرجان على المستوى الافريقي. حابب ان هو يشكر كل القائمين على المهرجان والمنظمين، لانه كل حاجه بالنسبه له هي ماشيه بطريقه يعني لطيفه وكويسه. فيستيفال جو بانس سي با لا بروميير فوا. موسى توري قبل كده اتكلم عنه، هو كان المفروض مدعو للمهرجان، بالنسبه لهم مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه مهرجان مهم جدا. كذا حد من السنغال سواء في لجان التحكيم او في معاهم افلام، وده حاجه مشرفه جدا بالنسبه لهم. تعليقه على الافلام اللي ستطرح من خلال المهرجان. شاف افلام بجوده عاليه جدا، وخصوصا الافلام المغربيه اللي اتعرضت امبارح. المخرج
المخرج السنغالي اللي على شرفه يقام هذا المهرجان، مهرجان الأقصى للسينما الإفريقية. معلومات عنه وأيضا الكتاب اللي كتبه بخصوصه. هو مخرج مهم جدا، وهو كان عاصر فترتين من الزمن، الفترة اللي قبل الاستقلال والفترة اللي بعد الاستقلال. شغله كان مهم جدا بالنسبة للسينما السنغالية. هو عمل خمس أعمال فنية مهمة جدا، فيلمين طوال وثلاث أفلام قصيرين، والأفلام دي هتفضل طول عمرها في ذاكرة السنغالية. مشاهدينا زي ما شفنا كان معنا أحد يعني الإعلاميين الأفارقة اللي كانوا حاضرين في المهرجان. طبعا بنوعدكم دايما بمزيد من المعلومات على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وعودة مرة أخرى إلى الأستوديو. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل، نرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معنا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. لسنوات طويلة كانت مشكلة المخلفات والتراكمات اللي موجودة في مقالب عشوائية من المشكلات اللي كانت بتواجه الشارع المصري، لكن في الحقيقة واحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة والانتقال لجمهورية جديدة، يعني في طفرة حقيقية بتحصل في الأرض. لازم يكون مع هذه الطفرة وهذا التحول للجمهورية الجديدة يكون في إنهاء تام لمشكلة التراكمات الخاصة بالمخلفات. عشان كده كان في تحرك جاد وسريع ومؤسسي لإنهاء أزمة المخلفات من جذورها. علشان كده صدر قانون المخلفات ولائحته التنفيذية اللي تم الإعلان عنه رسميا من أيام. إيه هو القانون ده وإيه هي اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون إنهاء المخلفات ده اللي هنتعرف عنه من الأستاذ ياسر بحكوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. صباح الخير فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر. إحنا بنتكلم على لائحة تنفيذية جديدة، عاوزين نعرف إزاي هيتم تطبيقها على الأرض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل صدور القانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، الدولة المصرية كانت بتعاني من بعض المشاكل الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات. المشاكل دي من جميع النواحي المؤسسية الفنية وخلافها، كل الأمور دي اللي دفعت الدولة المصرية لأداة تشريع لتنفيذ منظومة واضحة لإدارة المخلفات ترتقي بالمنظومة من كافة النواحي. القانون ده تضمن كل الأبعاد اللي أنا بقول لحضرتك عليها، الأبعاد المؤسسية الفنية المالية وخلافها. بص المنظومة من منظور مختلف، درس التشريعات اللي الدول اللي ارتقت بمنظومة إدارة المخلفات، وأخذنا التشريعات دي في عين الاعتبار أثناء إعداد القانون ولائحته التنفيذية. تضمن القانون البنود اللي أنا بقول لحضرتك عليها، تضمن استدامة الموارد المالية الخاصة بالمنظومة، تضمن حوافز للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، تضمن إدراج جزء كبير وهو القطاع غير الرسمي اللي شغال في المنظومة على سنوات طويلة. كل الأمور دي هتنعكس على المنظومة وهتنعكس على الشارع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عايزه اسال حضرتك عن رسوم النظافه، لانه في الاخر ده اللي بيهم الناس طبعا. وهل في شرايح وهل هي تضاف على فاتوره الكهرباء؟ الموضوع هيكون عامل ازاي؟ طيب خلينا نوضح بس امر، مع صدور القانون واللائحه التنفيذيه في خطا تم ان بدء تنفيذ رسوم النظافه من الغد، وده امر مغلوط. لسه رسوم النظافه اللائحه التنفيذيه نزلت عشان تضع الاسس والقواعد اللي هيتم على اساسها المنظمه تحديد الرسوم اللي هتراعي الابعاد الاقتصاديه وقدره المواطن على الدفع، واللي انا بتوقع انها مش هتزيد عن بعض الرسوم المطبقه حاليا. الوضع الحالي الرسوم متدرجه من 3 ل 10 جنيه وفقا للقانون السابق. المواطن برضو بيدفع للمتعاهد او الزبال اللي بيجيله. لا، في ظل القانون والتشريع هو هتبقى جهه واحده اللي هيتم تحصيل الرسوم من خلالها، هي الدوله ايا كانت الاليه على فاتوره الكهرباء وخلافه، بس المواطن مش هيدفع اكتر من اللي كان بيدفعه حاليا، بل ممكن يقل. فاللائحه التنفيذيه لما صدرت هو نوع من اعاده الهيكله، يعني اعاده الهيكله وتوحيد الموارد الماليه بحيث يتم الاخذ في الاعتبار بيها وتوجيهها للقطاع الخاص اللي قادر على تنفيذ منظومه جيده، بحيث المواطن يحس بمردود مختلف في عمليه الجمع من الوحدات السكنيه والتجاريه وخلافه. المواطن يحس بمردود على الشارع، الشارع نظيف، في عربيات بتكنس كنس آلي، في عربيات بتغسل غسيل آلي، في عمليه جمع منتظمه للوحدات السكنيه والتجاريه، في منظومه محترمه، المواطن يحس بمردود مختلف على الارض ان شاء الله. طيب واحنا بنتكلم هنا يا استاذ ياسر عن منظومه محترمه زي ما حضرتك قلت،
فيها يعني تكامل زي ما حضرتك ذكرت، مش فكرة اللي أنا بجمع القمامة دي من المنازل فعشان كده بحط يعني شريحة أو نسبة مالية على فاتورة الكهرباء تحديدا، لا في كمان شغل بيحصل في الشارع، نظافة الشوارع، غسيل الشوارع، تجميع القمامة من الشوارع، فكل ده أكيد ليه مقابل طبعا مادي. فهل في مجموعة من الحوافز هيتم منحها للشركات العاملة في هذه المنظومة، ولا الموارد اللي بيتم تجميعها من يعني المستهلكين بقى للأشياء تحديدا هي دي هتكفي لإدارة هذه المنظومة؟ طيب لو اتكلمنا في بداية الأمر تكلفة المنظومة، التكلفة الدولة هتتحمل جزء كبير منها، يعني مش هتحمل المواطن الجزء الأكبر، لا المواطن هيتحمل الجزء القليل اللي هو بيدفعه في الوضع الراهن، بل ممكن يقل زي ما قلت لحضرتك على بعض الشرائح. سامح حاجة مش هيزيد؟ لا 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 خالص. أنا قلت زي ما شرحت لحضرتك المواطن في الوضع الراهن بيدفع لجهتين، بيدفع للمتعهد أو الزبال اللي بيجي له على باب الشقة، وبيدفع لفاتورة الكهرباء. لا في ظل التشريع الجديد هي جهة واحدة اللي هيتم تحصيل منها الرسوم، وهيقل زي أنا بقولت لحضرتك في بعض المناطق. الجزئية الأخرى الدولة هتتحمل تكلفة المنظومة من بنود أخرى تم وضعها داخل القانون، الدولة هتتحملها. الجزئية الأخرى وهي حوافز اللي هيتم تقديمها للشركات، الأصل في القانون إن خلاص الدولة اعترفت القطاع الخاص هو اللي هيقوم بتشغيل المنظومة، خلاص الأصل في تنفيذ المنظومة هو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. عملية التشغيل القانون نص صراحة هتتم من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، الدولة مش هي اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة، هي هتتعاقد مع قطاع خاص قادر على تنفيذ المنظومة، سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو جمعيات أهلية لتنفيذ المنظومة. الجزئية الأخرى هي استدامة الموارد المالية للشركات اللي هتقوم بتنفيذ المنظومة، ودي القانون نص عليها صراحة ووضع استدامة الموارد المالية اللي من خلالها أقدر أدي الشركات سواء متوسطة أو صغيرة أو كبيرة أو جمعيات أهلية المقابل العادل لتنفيذ الخدمة. الجزئية الأخرى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هينسق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية وفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بتنفيذ المنظومة. أيضا جزئية أخرى وجزئية مهمة جدا، الجهاز هيبتدي يدرج القطاع غير الرسمي، القطاع غير الرسمي اللي اشتغل في الدولة على سنوات طويلة، الجهاز بدأ يقنن وضعه ويستقبل الأوراق الخاصة بالقطاع غير الرسمي وتقنين وضعه في إطار قانوني بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقا للاشتراطات اللي وزارة البيئة وضعتها إن شاء الله. ايه كمان يا استاذ ياسر جهات ما كانتش موجوده داخل المنظومه وانضمت للمنظومه؟ خليني اقول لحضرتك ان ازاي هو قانون نص صراحه خلاص كفانا ان الدوله هي اللي تشغل او موظف المحليات هو اللي ينزل ينظف او ينزل يجمع، لا هي اعترفت ان في قطاع خاص وقطاع خاص لازم يتم ادراجه داخل المنظومه، ايضا تشجيع للشركات الشبابيه ان هم يدخلوا المنظومه يكونوا شركات صغيره ومتوسطه ياخدوا بعض القروض الموثرة والوزارة بيها هتساعدهم مع جهاز المشروعات زي ما قلت لحضرتك، هياخدوا حوافز تمويلية، حوافز فنية، هياخدوا تدريب من خلال وزارة البيئة بحيث ان يقدروا ينفذوا منظومة جيدة. وحسب الدراسات اللي عدتها وزارة البيئة المنظومة دي تتحمل حوالي 1,000,000 فرصة عمل، يعني احنا نوع واحد من انواع المخلفات يوميا مصر بتولد 60,000 طن مخلفات بلدية يوميا من 20 لـ25 مليون طن سنويا، الكمية دي كفيلة انها تعين فرص شباب كتيرة على جميع مراحل المنظومة، دي جزئية مهمة جدا والدولة اهتمت بيها وان شاء الله هتنعكس على الشارع وعلى المواطن المصري وهتنعكس على الشباب اللي هيأسسوا شركات سواء متوسطة او صغيرة او متناهية الصغر. نعم استاذ ياسر، يمكن السادة المشاهدين المتابعين لينا حاليا في صباح الخير يا مصر يمكن كل اللي يهمهم دلوقتي موضوع الفلوس هيدفع ايه، يعني ما يهموش اللائحة التنفيذية ايه تفاصيلها قوي وان كان ليها فايدة كبرى ممكن ترجع له بشكل غير مباشر، لكن هو عاوز يعرف هيدفع ايه. حضرتك اكدت دلوقتي ان زمان كان بيتم الدفع من خلال جهتين، اول جهة المتعهد او جامع القمامة، وتاني جهة اللي هي الشريحة اللي بتتحط على الكهرباء. دلوقتي هتبقى في بند واحد فقط وهي شريحة الكهرباء. طيب انا دلوقتي وانا قاعد لو خبط عليا المتعهد اللي بيجمع القمامة النهاردة اديله الفلوس اللي هو بياخدها ولا لسه ده ما اتنفذش على الارض؟ خلينا اوضح لحضرتك امر حصل بالفعل على الارض من خلال 6 شهور، الحكومه المصريه او محافظه القاهره تعاقدت مع شركتين للمنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، شركات وطنيه لتنفيذ خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافه الشوارع، وكان الزام داخل التعاقد ان الشركات اللي هتشتغل على الارض لا تقوم بتحصيل اي مبالغ ماليه من المواطنين او من الساكن سواء وحده سكنيه او تجاريه، وتم فتح او انشاء مكتب للشكاوي داخل محافظه القاهره من اي مواطن تقوم الشركه دي بتحصيل اي مبالغ منه. ليه خط ساخن او ليه رقم اللي هو ايه ممكن نقوله؟
انا هو داخل محافظه القاهره، ممكن ابعته لحضرتك تعرضه في الحلقه ان شاء الله. ده متاح. فخلاص التعاقدات اللي الدوله بتبرمها مع القطاع الخاص بتلزم القطاع الخاص انه ما يحصلش اي مبالغ ماليه من المواطن. فده واضح بالنسبه للمواطنين. خلاص ما فيش شركات قطاع خاص هتقوم بتحصيل اي رسوم نظير القيام بالخدمه. هو القطاع الخاص ملتزم بجمع المخلفات ونظافه الشارع في شرق وغرب القاهره، في المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه والمنطقه الشماليه الجديده، يعني اكتوبر ومدينتي وتجمع. تدريجيا خلاص احنا داخلين تدريجيا بالمحافظات بالتوازي، كل محافظه هينزلها قطاع خاص. ده الزام داخل التعاقد. احنا شغالين على مستوى 27 محافظه واجهزه المجتمعات العمرانيه الجديده ان اي حد هيجمع المخلفات قطاع خاص الدوله هي اللي هتدفع المقابل نظير اداء الخدمه، ولن يقوم بتحصيل اي مبالغ ماليه من المواطنين. وده كان نص صريح في القانون، ونص صريح في التعاقدات اللي الدوله هتبرمها مع القطاع الخاص. طيب استاذ ياسر، عايز اسال حضرتك، احنا بنتكلم على انه دي مشروعات صغيره ومتوسطه والشباب هيكونوا عايزين يشاركوا في ده، ايه الخطوات اللي المفروض ياخدها علشان يعمل شركه ويشارك في هذه المنظومه؟ طيب هي خطوات سهله جدا. اي مجموعه شباب عايزين ينشئوا شركه متوسطه او صغيره بيلجأوا لايا كان الجهه اللي هينشئوا فيها الشركه، سواء هيئه الاستثمار او اي خلافه، بيتوجهوا بعد ذلك لجهاز تنظيم اداره المخلفات لاخذ ترخيص مزاوله النشاط. بعد كده بيتقدموا للمحافظه او المنطقه اللي حابب يشتغل فيها، وبيتم ابرام التعاقد معاهم، التعاقد العادي اللي بيقدر يضمن استمراريه للشركات اللي انها تشتغل على الارض. نعم. طيب يمكن من بين اللائحه التنفيذيه في بند خاص بالعلامه الخضراء، ايه هي العلامه الخضراء دي وايه الحوافز الخاصه بها؟ طيب هي جزئيه من مهمه جدا من الحوافز اللي القانون وضعها واللائحه التنفيذيه. العلامه الخضراء دي بتشجع المصنعين على تشجيع المدخلات القابله لاعاده التدوير في العمليه الصناعيه. المنتج اللي صادر عن العمليه الصناعيه يبقى قابل لاعاده التدوير وبيقلل مخلفات فكره الصناعية. الفصل اللي احنا كنا بنتكلم عليها زمان، الفصل والعمليه الانتاجيه نفسها تبقى المنتجات قابله لاعاده التدوير وبيقلل كميه المخلفات الصناعيه. ايضا جزئيه مهمه جدا القانون نص عليها واللائحه التنفيذيه هي جزئيه الاكياس البلاستيكيه احذيه الاستخدام. والاكياس دي بتسبب لنا مشاكل كبيره سواء في الشارع او خلافه، او سواء نسبه التحلل بتاعها ما بتقومش بالتحلل، دي بتاثر على الارض والمياه الجوفيه لفترات طويله. قانون نص على الحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه احذيه الاستخدام ووضع بدائل ليها، الاكياس القابله للتحلل. هي المشكله انه البدائل اغلى، ما هو ازاي هنواجه ده؟ لا هو القانون عشان البدائل اغلى وضع حوافز للمستثمر او المصنعين اللي هيتحولوا للاكياس البلاستيكيه القابله للتحلل، هيديهم بعض الحوافز. الكرتون كرتون او خلافه اي بدائل او اكياس القابله للتحلل. في اكياس بلاستيك قابله للتحلل وفي اكياس كرتون دي مش ضاره بالبيئه. كل الامور دي الدوله هتشجع المصنعين اللي هيتحولوا لاكياس صديقه للبيئه، هتديهم حوافز بالتنسيق مع وزاره الماليه. الحوافز دي بتتمثل في اعفاءات ضريبيه وجمركيه على بعض المعدات اللي هتشتغل بيها. كل الامور دي عشان اشجع القطاع الخاص او اشجع المصنعين يتحول من الاكياس البلاستيكيه الغير صديقه للبيئه للاكياس البلاستيكيه الصديقه للبيئه او قابله للتحلل. القانون لما نزل وضع البنود دي عشان يحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه، وهيضع عليها قيود بحيث ان كل المصنعين يتحولوا لاكياس صديقه للبيئه قبل التحلل، ودي هتاثر على المنظومه بنسبه كبيره وهتحسن المنظومه بشكل كبير ان شاء الله. نعم. احنا هنا بنتكلم على لائحه تنفيذيه، حسب اللي انا فهمته من الكلام ان اللائحه التنفيذيه دي بتحط شكل او اطار مؤسسي للمنظومه ككل. مش هيبقى عندي دلوقتي اي شخص شايف اللي هو يقدر يجمع قمامه من منطقه ما بياخد عربيه نص نقل ويجيب 2-3 عماله غير منتظمه ويبتدي يشتغل بشكل فردي، لا في شكل مؤسسي للمنظومه، صح؟ صح مظبوط. طيب ازاي هيتم التعامل مع يعني اقول الدخلاء في وقت ما على هذه المهنه، وهل هيتم دمجهم في هذه الشركات؟ طيب القانون أول فصل خاص بيه ولائحته التنفيذية هو الوضع المؤسسي وإزاي يضع تنظيم للمنظومة من ناحية عملية التخطيط والرقابة والتنفيذ. خلاص تم تعميم خطابات رسمية على مستوى المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية إن مفيش أي شركة ينفع تشتغل إلا من غير ما يكون مرخص ليه من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع ليه، اللي بيضع الاشتراطات اللي حضرتك بتقول عليها. أنا قصدي هنا بس برضو عشان أوضح، أنا هنا بتكلم على العمالة غير المنتظم. طبعاً. أنا برضو مش عاوزين نقطع أكل عيش حد، فاللي هو يبقى فيه إعادة يعني نظر لامورهم وتقنين وضعهم بدمجهم مثلا في الشركات المؤسسيه او الشركات المعترف بها من خلال. طيب احنا بالتوازي شغالين مع وزاره التضامن في جزئيه ادراج العماله الغير منتظمه، عملنا حصر بالعماله الغير منتظمه اللي شغاله في منظومه اداره المخلفات بالتعاون مع وزاره التضامن بحيث ان يتم ادراج
ادراجهم داخل المنظومه، ادراجهم للقطاع الخاص الكبير اللي هيشتغل في المنظومه، وضع مظله تامينيه لهم، تامينيه واجتماعيه لهم، كل الامور دي احنا شغالين فيها بالتوازي. اللي شغال على الارض احنا هندرجه داخل المنظومه، هنقانون وضعه، هنحوله لقطاع رسمي ونقانون وضعه ونضع اشتراطات رسميه في التعامل في منظومه اداره المخلفات. وزاره البيئه شغاله في المنظومه دي بالتوازي مع كل الوزارات، ودي الجزئيه المهمه اللي هيتم من خلالها ادراج القطاع الرسمي في المنظومه. ايضا هيتم تحويل كل الشركات اللي شغاله في المنظومه غير مقننه لها لشركات رسميه عشان تستفيد من الحوافز اللي القانون وضعها واللائحه التنفيذيه. هو مش هيقدر يستفيد من الحوافز اللي القانون وضعها واللائحه التنفيذيه من غير ما يتم تقنين وضعه واصبح مرخص ليه بتنفيذ او تشغيل المنظومه الخاصه بزاويه النشاط. طيب استاذ ياسر، مع ذلك هيكون في مخالفين، مخلفات الناس اللي بتاخد يعني مخلفات البناء وترميها في مقالب عشوائيه، ونلاقي الناس السكان حواليهم بيشتكوا. اللائحه الجديده هتتعامل ازاي مع ده؟ طيب يا ريت مقالب عشوائيه بس يا دير، يمكن انا لفت نظري النهارده تحديدا وانا جاي على الدائري واحنا جايين من الدائري، تلاقي مخلفات بناء كوم كبير جدا كده عند المريوطيه والمجاري المائيه وكل الجزئيه دي. القانون وضع بند مهم جدا وبننسق حاليا مع كل المحافظات واجهزه المقاطعات العمرانيه. لما بصينا المنظومه في جزئيه مخلفات الهدم والبناء، بصينا عليها في منظور تنظيمي وتشجيع الاستثمار في مجال معالجه مخلفات الهدم والبناء، وبصينا للدول اللي بره ازاي ارتقوا بمنظومه مخلفات الهدم والبناء. بالظبط، ما احنا عايزين نحل، مش بس يكون في عقوبات، احنا كمان عايزين نحل. هقول لحضرتك، احنا خلاص القانون نص صريح الزام الجهه الاداريه المحليات او جهاز المقاطعات العمرانيه، ما فيش تصريح يطلع لاي شركه مقاولات حكوميه او خاصه بالهدم والبناء من غير ما يكون يقدم له ما يفيد ان تعاقد مع شخص مرخص به لجمع ونقل. يعمل ايه في المخلفات؟ ما ينفعش اسلم المخلفات دي لحد، سوري في اللفظ، غير مرخص ليه او معاه عربيه كهرباء او خلافه، يرميها على ناصيه الشارع او على الدائري. بيحصل احيانا، يعني معلش، هو ده بيحصل احيانا في غفله من الزمن، يعني ممكن هو بينزل مقاول مش شركه مؤسسيه او شركه ليها ورق، هو بينزل شخص موجود في كومباوند او في مكان سكني كبير بيتعاقد مع شخص، انا عاوزك تيجي تشيل لي مخلفات البناء اللي موجوده. مش هنتكلم على عماره هادي، هنتكلم على شقه مثلا تم اعاده يعني تجديدها او تشطيبها، فبيشيل ده. هو يعني المواطن نفسه ما بيسالش انت هترمي المخلفات فين، طبعاً هو كل مصلحته ان انت هتشيل ده بكام، هاخد منك ده ب 500 جنيه ب 1000 جنيه، طب شيلهم وخلصني منهم. التاني بيرميهم احيانا على طريق عام، فازاي يبقى في ردع عام ل يعني مرتكب هذا الفعل؟ طيب بالنسبه للنص القانوني والعقوبه، لا، العقوبه تم تشديدها بحيث ان اي شخص هيسلم مخلفاته لشخص غير مرخص ليه، العقوبه هنا متضامنه بين الشخص اللي سلم له المخلفات وبين الشخص اللي القى المخلفات في غير المكان المخصص ليه. عظيم جدا. واللي هيتابع الجزئيه دي جهاز تنظيم اداره المخلفات بالتنسيق مع المحليات واجهزه المقاطعات العمرانيه بحيث يتم رصد اي مخالفه. طيب نيجي للجزئيه الثانيه، مخلفات الهدم والبناء دي ما كانش بيتم الاستفاده منها لاسباب كثيره. مفيش سوق لتسويق المنتجات الخاصه بمعالجه مخلفات الهدم والبناء، احنا دوله مواد البناء عندنا رخيصه، لا، في كود دلوقتي ومواصفه طلعت وزاره البيئه طلعتها بالتنسيق مع هيئه المواصفات الجوده للمخلفات الهدم والبناء المعاد تدويرها، ومن خلال القانون واللائحه تم، مش هقول الزام، تم تشجيع الجزئيه دي للمصانع بحيث ان يستخدموا نسبه من مخلفات الهدم والبناء المعاد تدويرها للتوافق مع الكود دي في بعض سواء الطرق او خلافه او بعض المنشات. يبقى انا شجعت القطاع الخاص ان هو يعالج مخلفات الهدم والبناء، بدات في المنظومه من عمليه الجمع حتى منظومه المعالجه، ووضعت ليها اطار قانوني واطار لعمليه المتابعه والرصد بحيث ان ما حدش يتعامل مع مخلفات الهدم والبناء او اي نوع من انواع المخلفات من غير ما يكون كيان او شركه مرخص ليها للقيام بتلك العمل. طيب استاذ ياسر، عايز اتوقف مع حضرتك عند نقطه الوعي، واحنا بنعمل كل هذه الجهود يبقى وعي المواطن بمساله اعاده التدوير، بمساله يعني التخلص من المخلفات بالطرق الامنه، مساله غايه في الاهميه. طيب في المنظومه الجديده مساله الوعي يعني ايه نصيبها من الموضوع؟ ايه الاليات الجديده لتعزيز وعي المواطن المصري باهميه هذا؟ طيب خليني اوضح لحضرتك، اي تعاقدات جديده بتتم مع قطاع خاص في فصل خاص في التعاقد بعمليه التوعيه. القطاع الخاص او الشركات اللي هتنزل على الارض هي اقدر كيان انه يوعي المواطن اللي بيستقبل منه المخلفات. صحيح. ويشجعه. عمليه الفصل داخل الوحدات السكنيه مهمه جدا لعمليه المعالجه، طول ما المخلفات المنزليه مختلطه بيصعب اعاده تدويرها.
طالما بيتم عمليه الفصل. يمكن الناس وهي بتتفرج علينا تقول ان موضوع الفصل جوه البيوت ده حاجه صعبه جدا واحنا مش متعودين عليها، لكن زي حاجات كتير تشجيع ما كناش بنعملها وبقينا بنعملها وبقت حاجه عاديه وجزء من الروتين العادي خالص اللي بيتعمل في اليوم. فكره الفصل اللي موجود في المولات ده بيخلي الناس هي يعني اوتوماتيك كده من غير ما تحس، وهي بترمي الحاجه بتاعتها هو شايف هنا ورق هنا مش عارف ايه معادن. مش اكتر من داخل ان يبقى في كيس للعضوي. بس ده صعب ان هو يطبق داخل المنازل. لا داخل المنازل يعني انا هنا عندي صندوق قمامه واحد في المول او في الاماكن الكبيره هو بيبقى كبير في مساحه اقدر ان افصل. اعاده للفكر وللثقافه الخاصه. احنا مش طالبين الوحده السكنيه اكتر من يحط المخلف العضوي في كيس واي نوع مخلف اخر في كيس اخر. العضو اللي هو بمعنى ايه؟ بقايا الطعام وخلافه. اي نوع اخر من انواع المخلفات كرتون ازاز خلافه في كيس اخر. طالما المنظومه تم عمليه الفصل بالطريقه دي بيسهل اعاده تدويرها. الجزء العضوي ده بيدخل كسمات داخل المصانع والجزء الاخر سهل لعمليه الفصل بفصل البلاستيك والكرتون وخلافه، فعمليه المعالجه والتدوير بتكون اسهل في داخل المصانع. جزئيه الخلط المنتج نفسه في البلاستيك او الكرتون اللي بيطلع من عمليه التدوير بيبقى مختلط فبيصعب اعاده تدويره، هو بيعيد تدويره بس بيصعب اعاده التدوير. فالقطاع الخاص اللي هينزل ان شاء الله لعمليه تشغيل المنظومه في فصل كامل لالزام او مش هقول لالزام لتوعيه المواطنين بالمنظومه الجديده وازاي ممكن يشجع المواطنين دي عن طريق حوافز. التشجيع ممكن يجي حافز للمواطن حافز اللي بيفصل. طبعا احنا نموت في الحوافز، قول لي هديك مكافاه لو فصلت ده عن ده مقابل كيس القمامه اللي انت بتدوني ده مفصول هتلاقينا. لا بيحصل في بعض انواع المخلفات دلوقتي زيوت الطعام في شركات دلوقتي بتنزل والشركات دي واخده يعني موافقه من عندنا بتنزل بتجمع زيوت الطعام المسترجعه وبتدي حافز للمواطن نظير انه ايه بدل الزيوت دي ما كانت بتترمي في المجاري المائيه لا دلوقتي بيسلمها للشركة دي وبياخد اي حافز بيقدمه له. نفس الفكره القطاع الخاص النازل في آلية وفي باب خاص بالجزئية دي إن شاء الله هيشجع المواطن وهو أقدر لأن هو اللي هيتعامل مع المواطن في عملية الجمع أكتر من الدولة. ففي باب خاص داخل التعاقد إزاي وعي المواطن بعملية الفصل داخل الوحدات السكنية وخلافه، فدي جزئية مهمة جدا في عملية المعالجة. أعتقد الموضوع مش صعب يتنفذ بنفس الطريقة دي. أعتقد أنه كان في حاجات كتير إحنا كنا شايفين أنها مستحيلة ومستحيل نشوفها بتتحقق وبقت بتتحقق والناس بتلتزم بيها. مبدئيا في قانون فحيلزم الكثير، وتاني حاجة مسألة الوعي مسألة مهمة جدا طول ما إحنا بنشتغل عليها. أعتقد أن يعني هذه المشاريع هتحقق الغاية منها. أستاذ ياسر محجوب مدير إدارة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك ياسر جدا لحضرتك. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، كنا معاكم على مدار 3 ساعات أنا وهدير ودينا شرف، وإلى لقاء في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا.